السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم في قناة أسهل الطرق للوصول إلى كندا. ولكن اليوم راح نتكلم عن طريق بسيط، عن طريق وصولك إلى أستراليا، بس راح ما نتكلم عن كندا. اليوم راح نتكلم عن أستراليا، راح نتكلم عن برنامج التجريبي للعمالة اللاجئين والنازحين والبدون، برنامج تجريبي لتوظيف المواهب النازحة إلى أستراليا، برنامج بدون فلوس، يعني هم يأخذوك من بلدك إذا كنت بدون جنسية أو نازح أو لاجئ ويودوك إلى أستراليا ويوظفوك ويشغلوك بأستراليا. إن كنت خياط، إن كنت بلاط، إن كنت عامل بناء، إن كنت ميكانيكي، في كل المهن، حتى منظف. بس أنت المهم تسجل، أنت المهم تسجل، خليك وياي راح أشرح الموقع. يعني ها أول مرة نشرح عليه توظيف المواهب النازحة في أستراليا. شوف هنا نظرة عامة على البرنامج في أستراليا، طبعا ما تدفع به فلوس. هسه راح أشوفك بالدليل مكتوب بدون دفع فلوس، أنت كل شيء ما تدفع، أنت بس سجل. وشغلة ثانية مهمة جدا إذا أذكرها بهالموضوع، هو نفس الموقع خل أشوفكم إياه هنا. أول شيء السيرة الذاتية، هاي السيرة الذاتية والتحضير للمقابلة، هم راح يسووا لك السيرة الذاتية. للحصول على نصائح حول كيفية إنشاء السيرة الذاتية، تسليط الضوء على مهاراتك إنجازاتك، لا تنسى استكشاف الأسئلة المقابلة الشاسعة موجودة كلها. هم يسووا لك السيرة الذاتية، هم يفهموك، هم يعلموك، هم يشرحوا لك. دورات تعلم اللغة، يؤثر مستوى كفاءتك تتم التعبئة أما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بشكل كبير على احتمالية مطابقة فرص العمل. ليس من الضروري امتلاك إتقان متميز باللغة الإنجليزية، حيث درجة اللايتلس 4.5. إذا كنت تطلع تحسين مهارتك في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فاستكشف معنا مواردنا المجانية المتاحة. يعني هذه الجمعية أو هذه المنظمة المرتبطة في أستراليا تأخذ النازحين، تأخذ البدون أو البدون جنسية أو اللاجئين، توديهم الأسترالي، اشغلهم. اثنين، تساعدهم على بناء سيرة ذاتية وتحضيرية. ثلاثة، العفو، دورات تعلم اللغة الإنجليزية، دورات تفهمك، دورات تعلمك. وثاني شيء، هم ما يطلبون منك لغة، هم يعلموك اللغة. هم ما يطلبون منك يقول لك عندك شهادة، لا، هم يعلموك اللغة. هم هي مكتوب ادخل واطلب وصول مجاني وسجل وياهم، هم يعلموك اللغة. أربعة، دورات مهنية أو مهارات مهنية، تعزيز مهاراتك الشخصية المهنية في توظيف أمر بالغ الأهمية. إن كنت ترغب في تحسين كفاءتك أو رفع قدرتك أو اكتساب مهارات جديدة في مختلف المجالات، يعني دورات مهارات مهنية، دورات تعلم اللغة، سيرة ذاتية يسووا لك إياها وتحضير مقابلة. أنت بعد شتريد، أنت بعد شتريد، شتريد بس قل لي شتريد. المهم احنا نرجع الكلامنا موجود، طبعا هو نفس الموقع بس انا طلعت منه حتى اشوفكم. ثلاث انواع فيز ياخذوك بها. اول شيء تأشيرة الاقامة الدائمية على اساس الدخول المباشر 186. الثانية مع مسار اقامة دائمية بعد 3 سنوات 499. يعني الأولى هي تأشيرة إقامة دائمية، يعني تدخل أنت عندك إقامة دائمية. الثانية بعد 3 سنوات تحصل على الإقامة الدائمية. الثالثة 482، هي نفس الأولى بس هم مزيديها سنة، يعني بعد 4 سنوات تحصل إقامة، اللي بعد 3 سنوات تحصل إقامة، قبلها إنه على سرعة. يعني أول أنت من تأخذ الفيزا أنت حطيت بجيبك الجنسية، العفو، الإقامة الأسترالية، بجيبك الإقامة الدائمية. شوف هنا شي يقول،
التغازل أو التنازل عن تقييم المهارات والحد الأدنى من متطلبات الخبرة في العمل. يعني مسهلي لك يا هاي المنظمة، ما يطلبون الحد الأدنى من الخبرة، يطلبون الحد الأدنى من المهارات، تخفيض الحد الأدنى المتطلبات اللغة، هم همين يعلموك لغة ولا تم إثباتها من خلال اختبار، هم يختبرك أخي، تختبر على الحاسبة. اللبيب يعني اللبيب يفهم، هي طائرة ما يحتاج تروح تكتب القلم، انت ببيتك وتمتحن على الحاسبة. زيادة متطلبات العمر التي تسمح بكفالة الأشخاص حتى 55 عام، يعني من كانت هي 40 عام سووها هسه 55 عام، من 18 سنة إلى 55 سنة. شوف هنا مثل ما قلت لك الأهلية، الأهلية احنا قلناها وحكيناها، لا تكون لاجئ أو تكون نازح أو تكون بدون جنسية تقدر تقدم على هالمنظمة. هي عملية الخطوات 5 خطوات، أول شيء تحديد الدور، 2 التوظيف، 3 الهجرة، 4 الانتقال، 5 بعد الوصول. احنا بعد الوصول والانتقال ما لنا علاقة بيها، احنا نحكي بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى أخي أنت لازم تسجل بالبرنامج التجريبي التنقلي إلى أستراليا. الشغلة الثانية أنه تروح تقدم على لغة تدريبية وتسوي لك سيرة ذاتية وياهم. الشغلة الثالثة أنه تسافر على أستراليا بخير وسلامة يا رب العالمين. نكمل وننزل بعد، شوف إيش دا أشرح لكم نقطة نقطة، وإنت همين أدخل وأقرأ وشوف. بمجرد تحديد الدرس تقدم مهم بلا حدود قائمة مختصرة من المرشحين لأصحاب العمل مراجعتها، ثم يكون لصاحب العمل الخيار لكل هؤلاء. يعني هم يجيبون هذول ناس سجلوا عندنا يودوها لصاحب العمل، صاحب العمل يختار منهم 1 أو 2 أو 3 يفيدهم. شوف هنا عروض الراتب الأساسية أكثر من 70,000 دولار مع بعض الأدوار القادرة على تقديم راتب أساسي 63,000 دولار. نحن ندعم فرصة الوصول المستقل، يتواصل أصحاب العمل مع الباحثين عن العمل بشكل مستقل كذا كذا. هذا الكلام أنت تقرأ وتفهمه، بس هو ما بيشي، هو فقط الترحيب بالجدد. شوف هنا راح يقول لك أهم شيء نقطة مهمة، هذا البرنامج للجانبين، الشركة لديها فرصة لسد النقص الحقيقي في المهارات ومنح عمالة كرامة وأمن واقتصاد الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الحصول على الوظيفة. هنا جدول الزمني، هنا الحكي المهم، لا تتقاضى مواهب بلا حدود، هاي المنظمة رسوم مقابل خدمات التنسيقية العملية التوظيفية والتسوية التي تقدمها. يعني توظفك وتخلص أوراقك وتسويهم وتكاملها، وبصفتنا منظمة غير ربحية يعني هم لا يتقاضون فلوس، يعني التسجيل بالبلاش، التقديم بالبلاش، ان شاء الله يطلع اسمك وتسافر كله ببلاش. ومع ذلك وصفتنا منظمة غير ربحية، فهنا نشجع أصحاب العمل على التفكير في التبرع الخيري بقدر نزويدكم بإيصالات اللازمة لدعم عملنا. ننزل آلي شخلت من هذا الموضوع أنه ما أدفع لهم فلوس. هنا الشروع، هل أنت مهتم بتوظيف الباحثين عمل في الهال؟ أكمل نموذج الطلب التوظيف أو اتصل بنا بالحصول على المعلومات. شوف هنا الأسئلة المتكررة إن شاء الله تكون مترجمة باللغة العربية. نعم طبعا الموقع يدعم الترجمة باللغة العربية، يعني تتغير عربي تغير إنجليزي تغير فرنسي. هنا يقول لك تعرفت على شخص نازح وريد توظيف بشكل مستقل عن طريق المواهب، هل بإمكانكم مساعدة؟ نعم قد تكون مقادرة على مساعدتك في عملية الهجرة والانتقال. المهم هنا عندك إذا كنت فردة من منظمة تعمل مع اللاجئين غير من النازحين فيمكنك الشراكة لتزيدها بين عملائك. يعني هم دي يبحثون عن ناس. شوف هنا، هل يمكن المرشح بلا حدود الحصول على عرض عمل وإحضار عائلته معهم إلى أستراليا؟ نعم يحق للطالب التأشيرة إحضار زوجته أو شريكه أو أطفالهم المعينين معهم إلى أستراليا.
بس هذا ترى مو إعادة توطين. شوف هنا، تم تصميم المشروع التجريبي لاتفاقية عمل اللاجئين ليكون مكمل إضافات تزمت بها بإعادة توطين اللاجئين بوجب قانون إنساني. لن يكون هناك انخفاض في الطلبات الإنسانية، هذا هم كمال كلام في كلام العفو. هنا التبرح يا منظمة، هم سيريدون فلوس من هذولة. إذا نرجع على الشروع، نموذج طلب التوظيف، أضغط هنا يرجى ملء النموذج من التقديم المرشحين المناسبين نظرهم. شوف يعني هي مو شيء صعب، اسمك الأول، اسمك الثاني، المسمى الوظيفي، بناء، حران، حداد، خباز، سائق، ايش انت شنو وظيفتك؟ هنا تكتب إيميلك، هنا complete the name، هنا تكتب اسمك الكامل، هنا ما عندك موقع شركة وما بيعلي النجمة تتركه، هنا تختار الوظيفة، زراعة، ملابس، مصرفية، تكنولوجيا، اتصالات، بناء. أنا اختار الزراعة في أستراليا. هنا شنو تختار؟ هنا تختار أستراليا، هاي الدولة أنت اللي تسجل بها أستراليا. إذا كان لك أدوار، مسمى وظيفي، تمكن من توفير عدد من المرشحين وياك، هل يمكن تعيين نقل أشخاص من الخارج إلى الداخل؟ اختار نعم أو لا. مين سمعت عليه؟ لا تقولون أحمد البكري حكى عليه، حكى على الموضوع. لا، أنت من عندك تقول له البحث عن البحث عبر الإنترنت على سبيل المثال الجوجل، وأحط هاي الإشارة واسوي ارسال. شوف اخي العزيز، اختي العزيزة، من طلب العلا سهر الليالي، ولا تظل قاعد بمكانك وكل شي ما تسوي. هذا هيات الموقع قدام عينك، قدام عينك والله، وحنزلكم يا في صندوق الوصف اسفل الفيديو. اتمنى الكل يشارك، اتمنى الكل يدخل ويقدم، لان هاي فتحة جديدة، وأتمنى من الجميع وصولهم إلى أستراليا إن شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك. يعجبك إن شاء الله الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.